الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لمشروع الحياة من أجل الطبيعة على قيم التسامح والوقاية من العنف والتطرف، هو مشروع تربوي تبنيته جمعية الحياة في إطار برنامج بيس كاماروك بدعم السفارة الفرنسية بالمغرب لسنة 2018. وهذا المشروع أيضا يأتي في إطار داخل في الأهداف الاستراتيجية ديال جمعية الحياة، اللي من بين الأهداف الاستراتيجية ديالها اللي داخل في المخطط الاستراتيجي ديال جمعية الحياة 2018-2022، هو المساهمة من بين الأهداف الاستراتيجية المساهمة في تأثير الشباب وتسهيل اندماجهم داخل الحياة الاجتماعية والاقتصادية للوطن. بالنسبة لهذا المشروع هذا كما قلنا فيتم دعمه من طرف السفارة الفرنسية في إطار برنامج بيس كاماروك، وتضمن تأطير وإنشاء مجموعة من النوادي التربوية في ست مؤسسات الثانوي التأهيلي والثانوي الإعدادي في أي توريل والنواحي. والتلاميذ اللي استفادوا من خلال هذا البرنامج هذا استفادوا مجموعة من الورشات التكوينية حول مفهوم القيم، كيفية الوقاية من الأفكار الشاذة، ثم حقوق الإنسان قانون 0303، بالإضافة إلى ورشات تدريبية خارجات ميدانية وورشات عبارة عن إنجاز مجموعة من الجدليات على رسوم تربوية. بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي أصوات، اليوم سنقوم بالعرض الأخير في بجمعية الحياة حول برنامج التربية على القيم والتسامح والوقاية من العنف والتطرف. هذا الورش الذي اشتغلت عليه الجمعية منذ سنة 2018، وجئت اليوم أقدم عرضا أخيرا يتركز حول طرق غرس القيم، قيمة التسامح ومقاربة تربوية للحد من العنف عند التلاميذ. هذا الموضوع الذي سنشتغل عليه، سنطرح مجموعة من القضايا وسنطرح مجموعة من الأرقام تهم العنف في المؤسسات التعليمية، ثم ما يهمنا هو طرح مقاربة تربوية. هذه المقاربة ننطلق منها من جانب حضاري ومن جانب حقوقي أيضا، ثم نقطة أساسية سنركز عليها هي انخراط المجتمع المدني في هذا الورش الكبير، وانخراط المؤسسات التعليمية في تحقيق قيمة التسامح، لأن قيمة التسامح التي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بشكل عام. إذا فالتسامح هو مشروع حضاري للمجتمع المغربي ومشروع حضاري للأمة أيضا العربية والإسلامية، ونتمنى أن يكون النجاح، وأرجو لكم النجاح في جريدتكم ومتتبعي هذه الجريدة، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.